تمكن تشين تشاونغ بينغ وفريق من زملائه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في مقاطعة أنهوي، تمكن من تطوير الروبوت جيجيا، والتي تعتبر حالياً الروبوت الأكثر واقعية في العالم على حد تعبيره. استمرت عملية تطوير الروبوت مدة 3 سنوات. يمكن لهذه الروبوت التكلم والتحكم بتعابير الوجه وتحريك الشفتين والجسم بشكل مبهر، يحاكي حركة الإنسان الحقيقية بشكل دقيق، إلا أنها ما زالت لا تحرك الرأس بحرية كافية. ولقد تمت برمجة الروبوت جيجيا كي تتمكن من إجراء حوارات مع البشر أو الروبوتات الأخرى، بالإضافة إلى تمكنها من البحث في الإنترنت في قائمة كبيرة من مصادر المعلومات والخدمات. أيضاً يمكنها أن تجيب على الكثير من الأسئلة، بل حتى إلقاء النكات والطرائف، مما أبهر الجمهور بشكل كبير. ومن الأمور التي تجعل هذه الروبوتات تبدو واقعية جداً هي تمكنها من تحريك العينين بشكل يشبه حركة عين الإنسان الطبيعية، وتحريك الشفاه بشكل متزامن مع الكلمات التي تتكلمها. وقال تشين أنه لا ينوي أن يشارك بالروبوت جيجيا في أي مسابقات، وأنه يأمل أن يتمكن من تطوير الروبوت بحيث يمكنها من زيادة قدراتها في التعلم العميق Deep Learning، وإمكانية التعرف على ملامح وتعابير الوجه المختلفة للبشر، وإمكانية أن تتواصل بشكل أفضل مع من حولها على حد تعبيره. وقال أيضاً أنه لا ينوي إنتاج هذه الروبوت وطرحها في السوق، على الأقل ليس إلى هذه اللحظة. إذا أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة ليأتيك كل جديد، ولا تنسى مشاركة الفيديو لتعم الفائدة.